الناس الخمسة خل تبكي ولبي أنا نحت والدمعة مو لأمي ولبي ولبي أريد أرجع لأبو اليمة ولبي وغسل بالدمع همل علي يا وغسل بالدمع همي علي. بارك الله بكم مأجورين مقضي أحوائجكم إن شاء الله لتعجيب فرج المولى صاحب العصر والزمان. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. يا مظلوم 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 يا شلون بيا وثقل وزن حسابي وانملا مني المعاصي كتابي وانملا مني المعاصي كتابي ظلت عيوني تدير على الأهل تشوفها تهليل دمع المصابي تشوفها تهليل دمع المصابي يا مظلوم يا وصعد شلون بي النفس مني لو خمد ومني ملك الموت اخذ روحي وصعد وليل مغيب
غسيل طلعوا من الجسد وقام لي مغسل يجردي ثيابي وقام لي مغسل يجردي ثيابي يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا عبد الله سيدي مولاي يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم للقبر عقب الغسيل شالوني شلون بي ابكي فنلو لفوني للقبر عقب الغسيل شالوني ونزلوني بحفرتي واروني وقام دفاني حفرتي إلى المرحوم عبد الحسين الشراغة شلون بي لو مسيت حفرتي دار غربة وبس عاين غربتي شلون بي لو مسيت بحفرتي دار غربة وبس عاين غربتي لا عمل وياي ويرد وحشتي وبعدت عني هلي وأحبابي وبعدت عني هلي وأحبابي يا مظلوم يا وقام من خشمي حلي بمي يدور شلون بي لو ضغط جسم القبور وقام من خشمي حلي بمي يدور شلون حالي منوقف بيوم الحشر وياخذ جوابي وياخذ المعبود باستجوابي يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا حسين يا وقام ينشد بيش قضيت العمر شلون منكر لو لفا
شنطي عندي تشي المعاصي جوابي وشنطي عندي تشي المعاصي جوابي يا مظلوم 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 شلون بي انفرد باعمالي والذنوب تصير كلها قبالي شلون بي انفرد باعمالي والذنوب تصير كلها قبالي وادري منكر ما يرضي بحالي وادري منكر ما يرضي بحالي ولا بحكم الله علي يحابي ولا بحكم الله علي حسابي يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا حسين يا مظلوم يا مظلوم آه يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا حسين شلون بي نوقف بيوم الحساب شايل ذنوبي وجدام الكتاب شلون بي نوقف بيوم الحساب شايل ذنوبي وجدام الكتاب شنو عذري وشانطي للبار الجواب من يعاتبني ويزيد اعتابي من يعاتبني ويزيد اعتابي يا مظلوم 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 شلون بي التفت يسرى ويمين بيوم هولي شيب من عند الجنين شلون بي التفت يسرى ويمين بيوم هولي شيب من عند الجنين مال ما ينفع ولا ينفع بنين مال ما ينفع ولا ينفع بنين ولا ندم ينفع وعظي بنابي ولا ندم ينفع وعظي بنابي آه ما يضل عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى خير العمل غير حب المرتضى خير العمل حاشا لنا يعيفني بذاك المحل ونوخ بوادي حماه ركابي ونوخ بوادي حماه ركابي صد للمحشر وعاين للحسين وصد للمحشر وعاين للحسين موت بينادي شفع
في حي مذنبين شيعتي اغفر يا إله العالمين بجاه دم المنة صارخ ضابي بجاه دم المنة صارخ ضابي يا أشرت منك شيعتي بدم رقبتي حتى تغفر بالقيامة لشيعتي اشريت منك شيعتي بدم رقبتي حتى تغفر بالقيامة لشيعتي شوف حالي وشوف حالة شبدتي شوف حالي وشوف حالة شبدتي صوبوني وطحت مني صوابي ايه دمع عليك تعال حسين دمع عليك تعال حسين لجهنمي طفيها لجهنمي طفيها عيات زيلي الجيلة لتشهد فضلي حسيني مع الراب لبي وجد وبسيف أبو طاري البرية وحد جد محمد من الناس جد محمد من الناس رحمن ريسل يهديها رحمن رسل يهديها دمعي تجري بمأمني حفظوها وبخزنتي الرحمة تاري حرزوها وتصير درة نور ويرشحوها سطري الشفا عليها الله والدور يومي المحشار عرضوها للمرحوم كاظم منظور الكربلائي والدور يومي المحشار عرضوها للرئيس الكل بثمن مي ثمنوها قلهم محمد من إلي جيبوها لحسين ودوها وذاك ينطي أجر راعيها وحسين يعرض دمعيت المس جوضه للباري ويرد النيد المحبوبه وحسين يعرض دمعيت المس جوضه للباري ويرد النيد المحبوبه هل دمع صاحبها ميحة لذنوبة هالدمعة صاحبها ميحة لذنوبة نمطيعة وضعها لوراد كل الملي نجيها شهد حالي صواب الحجر ترج بهيت وشتالي سمي لي مثلث ماضيم دلالي يا ربي ويضع
وانت وعيدك ويبي الشيفة عوها الحدة دعاء وانت وعيدك ويبي الشيفة عوها الحين يا ربي حل يوم الوعد وانا حسين وانت وعيدك ويبي الشيفة عوها الحين يا ربي حل يوم الوعد وانا حسين هاي الخرق صبت علي دمع العين هاي الخرق صبت علي دمع العين تنطيني وانا بهاليوم تنطيني وانا بهاليوم من رحمتك أوفيها أوفيها إلهنا نسألك وندعوك بحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين بأحسن قبول يا الله اللهم ببريد كربلاء زين العابدين وبعلينة الحسين فاطمة العليلة شافي وعافي جميع المرضى لا سيما المنظورين منهم يا الله اللهم بباب الحوائج أبا الفضل العباس وأمه أم البنين اقضي حوائج المحتاجين لا سيما من سلم الدعاء اللهم بالحسين الشهيد بشيبه الخضيب بخده التريب يا الله انصر شيعة أمير المؤمنين في كل مكان عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أرواح موتى الحاضرين خدمة الحسين عام نهدي لهم جميعا ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.